FM. الكلمة ليك. نبدأ بزيارة تفقدية للعلامة التونسي كافو لإحدى المدارس وحوار مطول مع شو الإطار. شو اسمه؟ العلامة كافو سيراجي خلدون علامة. وحوار مطول مع الإطار التربوي حول كيفية تطوير مناهج التعليم. دونك هذه تصوير رينا تصور دارت على الفيسبوك, رينا دي فيديو داروا على الفيسبوك متاع كافون اللي زار مدرسة قرا فيها هو قبل. احنا بينسوغ ما عنا حتى شيء ضد كافون باش يزور مدرسة قرا فيها ويسترجع الذكريات الجميلة, بينسوغ حاجة حلوة ياسر ما فيها حتى مشكل, لكن انه يعطي دروس وينصح تلامذة نصور ما عنده حتى مبرر. هذا رأي يمثلك انت فقط عبدي بذلك. يمثل الناس الكونكتي سوغ فيسبوك, ما عندي حتى رأي انا. توت سويتها باش نسمعوا شنو قالها. لكن الاساس شنو تنصحهم؟ يكملوا قرايه, يكبسوا خلواهم ويكونوا من بالطبيعة لازم اول حاجه يكملوا قرايتهم ما دام فيهاش هذه يسمي ياخذوا السيزيام نتاعهم. هذه الرساله اللي نحبك تقولها ليه يلزمكم تاخذوا السيزيام؟ معناها لازمهم ياخذوا السيزيام, يقرا يقرا باش ياخذ السيزيام. اي ومن بعد يمشي المرحله ياخذ اي يقول له اقرا باش تولي طبيب باش تولي حاجه, مش اقرا وخذ السيزيام. معناها دونك كافون مع احتراماتنا لي ما نصور ماهوش المثال. هذا ديما راه الناس اللي كونكتي في فيسبوك قاعده نجيب في لي كومونتير نتاع العباد. انا خاطي ماهوش المثال هكا يقولوا لي يحتذى به. هو صحيح فنان ونسمعوا اغاني, الناس الكل نسمعوا في اغاني كافون, لكن 99% من في المية من اغاني موضوعها الزطله وما عندها حتى قيمة لا معرفية ولا تعليمية ولا تثقيفية لتلامذتنا, والباركور متاعو في القرية ما نجمش يكون مثال لتلامذتنا. دونك نجم نقوله لوزارة التربية, فما شكون عمل نداء لوزارة التربية قال تعمل سيليكسيون للشخصيات اللي تزور المدارس, وكان ما فما حتى واحد ينجم يزور كان كافون. دونك قريوه درسوا وقولوا له راه السيزيام هي مرحلة أولى لتلامذتنا مش ختامية وما هيش حلم ولا طموح. حاجة بيا عبير لي النقد بتاعها بنيه ونقد يعجبني برشا. نهار الخميس قاسي رجاء الو كافون يا فنان جي معنا مع حسام نهار الاحد خويا من الاغنيات عنده كل حاجه في بلاصتها قمه الوفاء. هذا كل حاجه كافون الفنان لا كافون الفنان غير كافون الانسان. انا انت تعرفه راه عديته وزيره الثقافه الحاليه سونيا مبارك عديته في مهرجان كارتاج راه فنان معترف في سهره الراب وباع مئات الالاف من نسخ من غنام الحماني ولات نشيد رسمي في البلاد دي صحيح وقبي ليه وبربي باش نرجع الفيديو جست هو استضافوه في برنامج في الوطنية واثنين وعطاوه اثنين الوطنية الثانية مع ميرا فخفيخ وعطاوه شهادة شكر اخي واش قال هذي الهلال نحب نقدم شهادة شكر الكافو تحية كبيرة لي شهادة شكر مولاي سيرين وبعد ما حبوهم في القراية لازم التلامذة يحبوا القراية. طريقتنا اليوم في المدرسة تحب من خلال مراجعات البحث كلاب حب قد بديكاس حمدي خويا ووجهي وصحابه وجماعة كله وقانون 52 يلزمكم تنفحوا وشوفوا في حل. علاقة قانون 52 بالتعليم سي راجل نعرف عطاها شهادة شكر. اسمع اصعب حاجه انك يحب خوه يخرج راه معناتها هذه على خاطر هو في كل بلاتو يجبد على خوه. نعرف ربي يفرج عليه. نمشيو احنا نحكيو على التعليم, نمشيو مع سيد وزير التربيه ناجي جلول اللي في هالنهارين خرج قرار يحد به من التسكع. دونك بعد الحرب مع الأساتذة وبعد العركة على 25% وبعد زيادات التحدي الجلولي للإصلاح التربوي متواصل. دونك سي جلول قالكم يا جماعة نهاية عهد التسكع من اليوم, تدخل 8 تخرج نصف النهار ترجع ماضي ساعتين تروح 6 برشا إشاراتك. سمحت نحضر فيلم بعده في الغناء يا حمد. دونك اش قلت انا شكون تقول انا على الاشارات تسكع الاولاد اللي قدام المكتب هاي في بالك به القرار قدام المكتب هاي بشوي ليمون في ساله واحده ماشي ليمون كل ما كل ما بعض يتلموا التبازنيس والمحويس والقاوي وترح رمي وترنجيف سيء وفيو
والقادم قدام الليسي انتهي دونك بين قوسين تعزين على الصغيرات اللي يحطوا البارفان هذيك يحط كيلو بارفان وحكا جيل ويمشي بن قدام الليسي ياخذ قهوه ويقعد ما يدخل شقره دونك اي ساعه كروز اي غياب للاستاذ التلميذ ما عندوش الحق في الفصح التلميذ باش يكون مطالب بالحضور داخل القسم ويحطوا سورفيون يعس عليه دونك خبر وقرار لقى برشا فرحه من الاولياء اللي رفعوا شعار على الفيسبوك يا جلول سير سير واحنا وراك بالبندير نكملوا مع النجم اللي قلت لك عليه في العاده الشهره تبع الناس الناشطه الناجحه في الخدمه الناس اللي تقدم جديد في خدمتها لكن بما انه الفيسبوك يعني لك برشا حاجات لكن بما انه الفيسبوك بدل كل شيء في الدنيا الشهره المره هذه جيت لواحد رقد في اول نهار في الخدمه لي المشكله مش غادي المشكله في الاكيب اللي تخدم معاه واللي عامل تصوير سيلفي معاه وهو راقد قال لك الذكرى وهبطوها على الفيسبوك وما ادراك من الفيسبوك السيد هذا ما نعرفوش اسكو طرد ولا لا ما نتصورش لا محاله اما ولا مشهور برشا كما قلنا رقد في اول نهار خدمه لي راجل ولا مشهور برشا وحاضر في اغلب لي سيلفي اللي تتعمل معناها يعملوا سيلفي ويزيدوا مثلا انا وياك نجمو نعملوا سيلفي ونزيدوا هو بالفوتوشوب هذاك اللي صاير كاب اف ام الكلمه ليك